بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السنة الماضية في يوم المولد كنت طلبت منكم 3 وظائف، مدة الوظيفة سنة. أول وظيفة، كل واحد بيناتنا بده يجيب معه خلال سنة 10 أشخاص. هلأ أنت إذا خلال سنة كاملة ما استطعت أن تؤثر ب10، يعني ما بعرف، لازم تفعل شيئا. ما معقول. قيل لي بأن هناك مركز إسلامي بأمريكا، كل شهر كل مسلم مسجل في هذا المركز لازم يأسلم على إيده 1 جديد. كل شهر كل واحد مسجل بالمركز لازم يأسلم على إيده، يعني رجل من برات هالدين لازم يدخل على هذا الدين. هلأ خلال شهر إذا ما بتجيب مسلم جديد إلى الدين بيعملوا له جنازة لهذا المسلم المسجل بالمركز، إنه هذا إسلامه ميت، ما قدر خلال شهر أن يؤثر بواحد. مو معقول، يعني إسلام تبعه ميت ما قدر يؤثر. أيها الإخوة، الثكلى، المرأة الثكلى إذا نظرت إليها يؤلمك قلبك، هي ما بتحكيك شيء. الثكلى من فقدت ابنها بمجرد النظر إليها أنت تبكي. اللي بيأكل مرات واحد صحن فول، بيأكل صحن فول راكز، بتلاقي بيضلوا طول يعني على 2 3 أيام، والله مبارح شو أكلنا لك صحن فول، شيء بشهي وهو كله صحن فول. طيب أنت صار لك لازم كل سنة كل واحد بيناتنا يجيب معه 10 على الجامع. أنتم مسؤولون أيها الإخوة والأخوات كمان، كل سنة على أقل تقدير لازم تجيبي 10 من رفقاتك أو قريباتك أو جاراتك أو من يعمل معك إذا كنت عاملة، حتى نؤثر. على كل، هذه الوظيفة مستمرة السنة الجاية. اليوم أول يوم في 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 الدورة الجديدة، في المنهاج الجديد. كل أخ بيناتنا خلال سنة على أقل تقدير لازم تأثر ب10، تجيبون معك إلى مجلس العلم. هي أول وظيفة. في وظيفة تانية، الله يجزيك الخير، أن نقرأ كتاب سيرة السنة الماضية واللي قبلها. يا أخوان، ما عاد بينفع أنه مثلا في بيناتنا 100 واحد مستواهم في العلوم الشرعية عالي والباقي ضعاف، ما بيمشي الحال. لازم كلاتنا نمشي مع بعضنا، هيك نطلع في مستوى، كلاتنا لابد انه نرتفع مع بعضنا البعض به، رجالا ونساء، حتى غدا اذا وقفنا بين يدي الله عز وجل شفع بعضنا لبعض. بس بدك تساعدنا كمان انت تطلع معنا، ما معقول انت تضلك هيك قاعد ومتكتف ما عم تساوي شيء. قلت للإخوة اقل تقدير كل اخ بيناتنا لازم يقرا خلال سنه كتاب سيره. السنة اللي قبله نحن قرأناه في مسجد، والكتاب موجود على قرص سي دي، سلسلة دروس موجودة. الكتاب اخترنا كتابة من كتب السيرة، الكتاب مفيد جدا. الإخوان اللي التحقوا بنا جدد أو الأخوات الجديدات لازم تسرعي ولازم تسرع تقرأ كتاب اسمه الرحيق المختوم، كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لك أن تختار أي كتاب سيرة، بس الكتاب كثير الحقيقة قيم، الرحيق المختوم. ما معقول أنت مسلم عمرك 20 سنة بعمرك مقاري كتاب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما مقبول يا محمد، بدك تقرأ. ويا عبد الله ويا خالد ويا سعيد وأنت يا أختي، ما مقبول بنوب مسلم عمرك 30 سنة بعمرك ما قريتي كتاب سيرة؟ ما مقبول، إشارة استفهام كبيرة عليكي وعلى انتمائك، سامحيني، للدين أقل شيء. عندك مشكلة مع القراءة، الكتاب مسجل، أنا كنت درسته في 60 أو 70 درسا، موجود على قرص سي دي. جيبي قرص السي دي، جيب قرص السي دي واسمعه. بس ما في عذر يعني ولا لواحد بيننا ألا يقرأ كتاب سيرة. هلأ السنة كمان في وظيفة، مطلوب من كل أخ فينا في القراءة في هذا العام أن يقرأ 10,000 حديث لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بآخر السنة. السنة الجاية مثل اليوم،
بجوز وقف على هالباب. قاري 10,000 تفضل، مو قاري 10,000 والله معلش سامحنا، راهن وتعال تفضل. بدك تقرأ 10,000 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم خلال سنة. من شهر قلت لكم الإمام السيوطي، السيوطي يلقب عند العلماء خزانة العلم، ما شاء الله من كتر معالم. الإمام جلال الدين السيوطي يقول: أحفظ صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها خصوصا ليلة الجمعة لم يلحده في قبره إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بكرة بس تموت أو بكرة بس أنا موت ويوصلوني إلى القبر ويوصلوك ويدلوك هيك إلى القبر أهلك، ما بتلاقي غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استلمك من داخل القبر. الله أكبر. أحفظ صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها خصوصا ليلة الجمعة لم يلحده في قبره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت للإخوة ما حبعطيكم هذه الصيغة إلا لمن يقرأ 10,000 حديث لسيدنا محمد، وأنا على عهدي. هلأ من شهر لهلأ في أخين، في أخين قرأوا 10,000 حديث. في أخ جاءني يوم الجمعة قال لي أستاذ صاروا 8,000 وشي 400 حديث. الله يوفقك. قال لي الصيغة، قلت له أبدا 10,000. قال لي خايف موت قبل أن يعني ينتهوا ل 10,000. قلت له والله ما فيش، الوعد 10,000، تخلص 10,000 أهلا وسهلا، ما بتخلص يفتح الله ما في. هلأ أنا حبساعدكم هالسنة، حنقرأ مع بعضنا 5,000 حديث منيح كل يوم اثنين يعني مع بعضنا، بيع عليه 5,000، روح اقراهم يا أخي لحالك. هلأ بين أيديكم هذه الكتب السبعة، كل واحد أخذ نسخة من هذه الكتب السبعة. هي في داخلها صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك، هدون سبع كتب. هدون الكتب السبعة يسميهم العلماء الكتب السبعة في الحديث، أو بيقولوا الصحاح الستة ومعهم موطأ مالك. مجموع أو أصح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الكتب، بس الكتب الأصلية يعني صحيح البخاري في بقلبه 7,000 حديث وحده، صحيح مسلم وهيك. أنا اخترت يا أيها الإخوة بهالكتيبات الصغيرة، اخترت 700 حديث من صحيح البخاري، نقيت الأحاديث المؤلفة من كلمة، في أحاديث مؤلفة من كلمة واحدة والأحاديث المؤلفة من كلمتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. سترون أمامكم يعني الأحاديث قصيرة كثير ومرتبة ألف بيت جيم دال، شو بدك أسهل من هيك؟ وموجودين هون 700 حديث، الله وكيلك بنص نهار بينقروا بيوم يا سيدي، أنت قاعد بمحلك هيك تفتح بتقرأ، والكلمة الصعبة مشروحة تحت. وفي 700 بمسلم تانيات، وبعدين أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ مالك. على التقريب 7 × 7 = 49، 4,900. هن مو 700 بالضبط بكل كتاب، مرات بينقصوا شيئا. على التقريب هدول بيطلعوا 4,500 حديث. نحن حنصير إذا بتتذكروا السنة الماضية واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها على مدار 5 سنوات، كنا في كل يوم نعرض أمامكم 10 أحاديث ونكررها الأحاديث نفسها. هالسنة حنغير، كل يوم حنعرض عليكم 10 أو 20 أو 30 حديث جدد، حنسردهم سرد من هذه الكتب. حنقرأ مثلا من 1 لـ30 مثلا بقلب الدرس، وبعدين يبدأ الدرس. أنت روح على بيتك كمل 100، والجمعة الثانية اقرأ 100 ثانية، والجمعة الثالثة 300، 400، 700 7 أسابيع، 49 أسبوع منكون قرينا 5,000 حديث. وانت ببيتك كمان اقرأ لك 5,000 حديث أخر، حتى إذا أنهيت، علما أنه من أراد منكم أن يقرأ هذه الكتب أنا متأكد بثلاث أيام بيكون خالص. 5,000 حديث بثلاث أيام عيارهم. في بعض الأخوة الطلاب مرة كنا في رحلة خلال ثلاث أيام حفظوا 700 حديث، حفظ مش قراءة. وفي أخوات كمان. فيا أخوان لازم هيك ننهض، يعني حتى إذا رآنا الله عز وجل نشتغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى إذا رآنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عنا أننا نشتغل بحديثه، الله وكيلكم بتغير حالك مع الإسلام، بتغير فهمك لهذا الدين. فهالسنة في وظيفة أولى تجيب 10 خلال سنة، والوظيفة الثانية تقرأ 10,000 حديث. كلنا بدنا نقرأ. ومعلش خلينا نذكر بعضنا بالله، يعني كل ما تشوفني، كل ما تشوف رفيقك لو وين صرت بالأحاديث، خلصت، أنا ما خلصت، أنت خلصت، وخلي نتجاكر من بعضنا، ما فيها شيء. وجكارة فيكم في 2 خلصوا هلا، ما فيها شيء. وأنا قلت لهم بالله عليكم ما بتقولوا الصيغة لحدا، من أجل يعني هيك أن نتحرك كلنا بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هي الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة والأخيرة هي ورد من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل يوم كل يوم كل يوم. السنة اللي قبل الماضية كانوا 100 مرة، السنة الماضية 500 مرة، السنة ما عاد يمشي الحال هيك. أخي ما شاء الله يعني هيك في همم عم تطلع. لازم كلياتنا يا إخوان، كل واحد بيناتنا ليجعل لنفسه في كل يوم، يا شباب يا أخوات يا بنات، اجعل لنفسك في كل يوم 1,000 مرة صلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله حتلاقي أثر في قلبك عجيب جدا. حسبك أنك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سيصلي عليك. شو يعني الله يصلي عليك؟ صلاة من الله نقلة من الظلمات إلى النور، من الكرب إلى السعة، من الضيق إلى الفرج، من القلة إلى الكثرة، من الجهل إلى العلم، من المعصية إلى التوبة. صلاة الله يصلي عليك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلأ بدنا خلال سنة يا أخواننا كل واحد، وخلينا نشد همم بعضنا البعض، لأننا ذاهبون كل سنة عم نزداد قربا نحو الموت. السنة الماضية كان فينا إخوان موجودين هون ماتوا، سواء كانوا كبارا في السن أو كانوا شبابا أو كانوا صغارا، ماتوا. السنة الماضية كان في أخواتي حضروا معنا ماتوا. بدي اجتهد هذه السنة معلش للفائدة. الله يسلمكم كلياتكم ويسلمنا جميعا. بس يا أخوان والله نحن نقترب من آجالنا، نقترب من الموت. خرج نسجل خلال العام كم واحد فقدناه ممن يحضر معنا، من أجل أن تنهض الهمم في الإقبال على الله وزيادة القرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقى تعالوا نسرع، 10 أشخاص على أقل تقدير، 10,000 حديث على أقل تقدير، 1,000 مرة في كل يوم صلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.